بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد والي الولاية، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد ممثل قائد الناحية العسكرية الرابعة، السادة نواب الأمة في غرفتي البرلمان، السادة أعضاء اللجنة الأمنية للولاية، السيد النائب العام، السيد رئيس المجلس الشعبي القضائي، السيد الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين وأعضاء الأسرة الثورية، زميلي رئيس جامعة غردايا ومدير المدرسة العليا للأساتذة بوربلة، السيد رئيس الدائرة، السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي، السيد ممثل مدير المستشفى الجامعي العسكري، السادة المسؤولون العسكريون والمدنيون، السيد مدير الخدمات الجامعية ومدير الإقامات، السيدات والسادة نواب الجامعة، نواب رئيس الجامعة ومدى الكليات، الأمين العام مسؤولوها في كل المستويات، السيدات والسادة الأجلاء أساتذة الجامعة وموظفوها، السيدات والسادة الصحفيون وأسرة الإعلام، أيتها الطالبات أيها الطلبة الأعزاء، السيدات والسادة الضيوف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بشعور من الفخر والاعتزاز بما تم تحقيقه من إنجازات في هذه الجامعة، جامعة قاضي مرباح وربلة، وبمجهودات كل الخيرين من سلطات مدنية وعسكرية ومجتمع مدني بهذه الولاية، وبفكر ومشاركة فاعلة من طرف الأسرة الجامعية، دعوني أعبر لكم عن عجم سعادتي بوجودي بينكم مساهما وإياكم في إرساء هذا التقليد الراقي، ونحن في بداية سنة جامعية جديدة التي نأمل أن تكون مثمرة وثرية وأن تحقق أهدافها المسطرة. وفي هذا المقام يسعدني أن أتقدم باسمي وباسم الأسرة الجامعية لجامعة قاضي مرباح وربلة باسم عبارات التقدير والعرفان لكم على تلبيتكم لدعوة حضور حفل افتتاح سنة الجامعية 2019-2020. وبهذه المناسبة أرحب وأحيي بناتي وأبناء الطلبة الجدد حملت شهادة البكالوريا 2019، متمنيا لهم أن تكون هذه السنة عنوان أمل وسلام، شعارها العمل وتباشيرها وجوه النيرة، وهم يلتحقون بجامعة قاضي مرباح وربلة مقتدين بمن سبقوه من خريجي هذا الصرح العلمي من حملة الشهادات بمختلف مستوياتها، الذين أكملوا مشوارهم العلمي بجامعتنا ونالوا بذلك أعلى المراتب والدرجات. كما يسعدني أن أتقدم بأحر التهاني وأسمع عبارات الترحاب للأسرة الجامعية بكل مكوناتها وأطيافها من نواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، الأمين العام، المديرين الفرعيين، وكل الطاقم البيداغوجي والإداري وعمال الجامعة دون ننسى الأساتذة الأجلاء، متمنياً للجميع سنة جامعية موفقة. وأحيي كذلك السيد المدير الولائي للخدمات الجامعية والسادة مديري الإقامات على كل ما بذلوه من مجهودات في سبيل إنجاح الدخول الجامعي، وكل ثقة في أن يواصلوا بنجاح مسيرة التكفل بجميع انشغالات الطلبة. يعد هذا الحفل مناسبة هامة وتقليدا سنويا نهدف من خلاله إلى استعراض مؤشرات الدخول الجامعي 2019-2020 والتعرف على الجامعة وعلى ملامح التكوين المسطر. كما ستلقى على مسامعكم المحاضرة الافتتاحية إذاناً بانطلاق المحاضرات والدروس. نلتقي كذلك اليوم لنهنئ ونكرم الأساتذة الباحثين الذين تم ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم العالي، أستاذ البروفيسور، والأساتذة وطالبة الدكتوراه الذين كان لهم إنجازات بحثية مهمة في تخصصاتهم. وعليه يتقدم لهم باسم عبارات الشكر على منشوراتهم العلميه التي ساهمت بشكل واضح في الارتقاء بجامعتنا واحداث نقله نوعيه نحو العالميه في مختلف التصنيفات الدوليه. السيدات الفضليات، الساده الافاضل، الحضور الكريم، تميز الدخول الجامعي 2019-2020 بتبسيط الاجراءات المتعلقه بالتسجيل الجامعي وتوسيع العمل
من خلال الانخراط في المنصة الإلكترونية للوصاية، لا سيما الخاصة بعملية التسجيل والتوجيه في مراحل ليسانس ماستر ودكتوراه، وكذلك التحويل بين الجامعات والخدمات الجامعية. وفي هذا الإطار التحق بداية السنة الجامعية ما يفوق عن 4800 طالب جديد في الطور الأول يعني ليسانس، ليصبح العدد الإجمالي للطالب المسجلين في الليسانس فقط 21400 طالب مسجلين في 11 ميدان و76 عرض تكوين، من بينها 6 ذات تسجيل وطني. أما بخصوص التكوين في الطور الثاني وهو الماستر، فقد فاق عدد المسجلين الطلب المسجلين 9200 طالب في 96 عرض تكوين، منهم 4000 طالب في السنة الأولى فقط ماستر، أي بنسبة قبول تعدى 80% من عدد الطلبة المترشحين، وهي نسبة عالية جدا. كما أن جامعة قصدي مربح ورقلة أتاحت الفرصة لأكثر من 150 منصب في إطار الاتفاقيات مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. أما بخصوص التكوين في الطور الثالث دكتوراه، فقد استحدثنا هذه السنة فقط سنة 2019-2020 32 تخصص يستفيد منها 259 طالب، وهي نسبة من أعلى النسب على المستوى الوطني، عن طريق مسابقة وطنية على أن تجرى الامتحانات الكتابية يوم 26 أكتوبر 2019. ليصبح العدد الإجمالي للطلبة المسجلين في الطور الثالث أي دكتوراه LMD فقط أكثر من 900 طالب مسجل. كما ستتواصل هذه السنة مناقشة العديد من أطروحات الدكتوراه، وأغتنم هذه الفرصة المناسبة ليتوجه لأعضاء الهيئة العلمية والبيداغوجية بالعمل على ضمان جودة التكوين في الدكتوراه وإضفاء مرئية أفضل على الإنتاج العلمي. كما لا يفوتني أن أذكر بتعداد طلبة الدكتوراه نظام كلاسيك. إذن في النظام الألمي عندنا 900 طالب، في النظام الكلاسيكي قدر عدد المسجلين ب 950 طالب، ليصبح العدد الإجمالي المسجل في الدكتوراه بجامعة قاضي مربح ورقلة 2019-2020 1850 طالب دكتوراه. وكما تلاحظون من المؤشرات السابقة الذكر أن العدد الإجمالي للطلبة بالجامعة خلال هذا الموسم 2019-2020 يفوق 32500 طالب مسجل، وهو مؤشر إيجابي على المستويين المجتمعي والتعليمي بهذه الولاية. أيتها السيدات أيها السادة الطلبة الأعزاء، لقد شرعنا في التحضير لهذه السنة الجامعية 2019-2020 منتصف السنة الماضية، حيث تم فتح تخصصين مهنيين جديدين في طور ليسانس وهما قياسات وجودة ميزور ميترولوجي إيكاليتي، وبالمناسبة أول مرة يفتح هذا التخصص على المستوى الوطني، وفتح بثلاث جامعات هي ورقلة بومرداس ووهران فقط. فتح بالمعهد التكنولوجي بالجامعة، وكذلك التخصص الثاني تربية المائيات، وهذا في إطار مشروع آفاق، ليصل بذلك العدد الإجمالي لعروض التكوين المفتوحة في الطور الأول ليسانس والثاني ماستر إلى 172 عرض تكوين. كما تم توفير ما يلزم من أجهزة علمية للمخابر البيداغوجية لكلية الطب ومعهد التكنولوجيا، وكذلك مخابر البحث، وتحديث وتزويد مختلف مكتبات الكليات والمعاهد بآخر وأحدث العناوين التي يحتاجها الطالب والأستاذ على السواء، حيث تم تدعيم رصيدها بالوثائق البيداغوجية في مختلف التخصصات العلمية، ليصل تعداد الكتب المتوفرة الآن بالجامعة إلى 600,000 كتاب و 75,000 عنوان. من جهة أخرى، لقد تطلب تزايد عدد الطلبة وعروض التكوين، تعزيز التأطير البيداغوجي وأعوان الدعم. وفي هذا الإطار تم توظيف 18 أستاذ مساعد صنف باء إضافة إلى 7 أساتذة كمنتور للتكوين بالخارج، ليصل عدد تعداد أساتذة الجامعة إلى 1200 أستاذ، 35% منهم من ذوي مصاف الأستاذية، أي أستاذ تعليم عالي وأستاذ محاضر بروفيسور إماتر دو كونفيرونس آر. زميلاتي زملائي الأساتذة الضيوف الأكارم، إن الدخول الجامعي 2019-2020 وفي إطار محاور وإجراءات الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع التعليم العالي، أؤكد على العمل بجدية خلال هذه السنة الجامعية
على المحاور التالية: ترقية البحث العلمي بالجامعة بما يتماشى مع احتياجات التنمية المحلية، ضبط الخريطة التكوينية للجامعة بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل وجعلها مرئية للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، دعم ومرافقة الطالب في كل مساره التكويني وخاصة اندماجه في عالم الشغل، مواصلة العمل من أجل استحداث أقطاب امتياز وفرع وفروع ذات تسجيل وطني أخرى، تطوير وتعزيز العلاقة بين الجامعة والمؤسسات وذلك بضمان تواصل حقيقي بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي وانفتاحها على محيطها الدولي. سادساً، الاعتناء بالتنشيط في الوسط الجامعي عبر تكثيف الأنشطة العلمية والثقافية وإعطاء دفع نوعي للممارسة الرياضية. ولهذا آمل أن يسهم عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومدير الخدمات الجامعية وكذلك مدير الخدمات بشكل أكثر فعالية في تطوير الأنشطة الطلابية الجامعية. السيدات والأخوات السادة الأفاضل، الطلبة الأعزاء، الحضور الكريم، إن الجزائر اليوم بأمس الحاجة وأكثر من أي وقت مضى إلى تضافر جهود أبنائها من أجل إعادة بناء قدرات الإنتاج الوطنية وتخليص الاقتصاد الوطني من التبعية المطلقة لقطاع المحروقات، ومن هذا المنطلق فإن جامعة قصد منبع ورقلة باعتبارها إحدى المؤسسات التي تركز عليها الدولة في عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي مجندة بهياكلها ومخابرها وباعثيها للتعاون مع السلطات المحلية من أجل خدمة الجهد الوطني للرقي بالاستثمارات المحلية وتنمية الإنتاج الوطني وتنويع إيراداته. وهنا أدعو المستثمرين المحليين في قطاع الفلاحة، الصناعة والخدمات وغيرها من قطاعات ذات الصلة بتنمية الإنتاج الوطني إلى ربط قنوات الاتصال بمخابر البحث بالجامعة والتعاون من أجل مرافقة مشاريعهم من الناحية العلمية والتقنية، كما أن أبواب دار المقاولاتية ميزون انتربرونوريا والحاضنة الانكيباتور على مستوى الجامعة مفتوحة لهم من أجل تقديم الدعم في الجوانب التسييرية والمالية والتسويقية، إضافة للدور الذي تقوم به في تكوين المتخرجين من أجل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسييق مخاوف المقاولة لدى المستثمرين الشباب. إن التحديات التي تواجه وطننا اليوم تستدعي من كل واحد منا أن يسهم بكل قدراته من أجل بناء اقتصادنا والعبور بأمان من ثقافة الاستهلاك نحو ثقافة العمل والإنتاج. والجزائر تملك كل الإمكانيات المادية والبشرية وتتمتع بهامش واسع من الأمن والاستقرار ووعي متزايد من مواطنيها بضرورة التكاتف من أجل مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات. قبل أن أنهي تدخلي هذا، أود أن أشكر كافة الشركاء الاجتماعيين في مختلف التنظيمات النقابية، أساتذة، عمال وطلبة، والذين يساهمون في إرساء جو من الهدوء والحوار الرصين، وأدعوهم أن يكونوا لنا سندا في مواصلة بناء هذه الجامعة بتكريس ثقافة الحوار البناء والاحترام المتبادل. كما أتوجه إلى التنظيمات الطلابية لتضع نصب أعينها المصلحة العليا للبلاد والطالب الجامعي، وأن تكون في مستوى الرسالة الموكلة إليها ورغبة منا في تحقيق راحة كافة أبنائنا الطلبة، ستؤخذ كما جرت العادة كل الانشغالات بالتعاون مع كافة أفراد الأسرة الجامعية بغية تحسين الأداء البيداغوجي وتحقيق تسيير استشرافي أفضل. وأود كذلك بالمناسبة أن أتوجه بشكر خاص للسيد اللواء قائد النهي العسكرية الرابعة لما سخره للجامعة من كل إمكانيات المستشفى الجامعي سواء القديم أو الجديد من مصالح وإمكانيات، وكذلك تسخير أكثر من 25 أستاذ استشفائي لتدريس طلبة كلية الطب، فشكراً على كل ما يقدمه للجامعة. في الختام، ومثل ما جرت التقاليد الجامعية، أود أن أستأذنكم في أن ندعو الأستاذ الدكتور قريشي مراد، أستاذ بكلية العلوم التطبيقية، لإقام محاضرة افتتاحية حول أهمية البحث العلمي تحت عنوان مؤشرات الأداء العلمي للجامعة مقاس بالمنشورات العلمية حسب قاعدة بيانات الدولية سكوبوس ومدى أهميتها بالتنمية المحلية. فشكراً لكم جميعاً على تلبيتكم الدعوة وعلى كرم الإصغاء. المجد والخلد لشهدائنا الأبرار. عاش الجزائر حرة مستقلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.